المنتظر أن تشهد أروقة البرلمان الأوروبي مواجهة ساخنة بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية، والتي تسعى جاهدا لمحاربة المغرب على المستوى الدبلوماسي، خاصة بعد توقيع المغرب والاتحاد الأوروبي لاتفاقية الصيد البحري. واستعدادا لهذه المواجهة، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة أمس الجمعة بالرباط على أهمية تعبئة كافة الفاعلين في المراحل المقبلة المرتبطة بتنفيذ مسلسل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأشار بوريطة خلال اجتماع عقدته لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين أنه ستكون هناك معركة بالبرلمان الأوروبي بشأن هذا الاتفاق، والذي سيحتاج دعما من كافة الفاعلين البرلمانيين والحزبيين من أجل تعزيز المكاسب التي حققها المغرب في هذا الملف. هذا وستتم بقية مسلسل الاتفاق عبر إجراء داخلي للاتحاد الأوروبي، بدءا باعتماده من طرف المجلس داخل الدول الأعضاء، ومرورا بالبرلمان للتصويت والاعتماد فيما سيتم تتبع الإجراء على الصعيد الوطني حسب القوانين الجاري بها العمل.